بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أحبائي طلاب الصف السادس الأساسي من مجمع المدارس الفلسطينية في الدوحة قطر، حياكم الله تعالى مع منهاج التربية الإسلامية ومع الوحدة الأولى، وحدة القرآن الكريم، ومع سورة القلم الفصل الدراسي الثاني الآيات من 17 إلى 33، قصة أصحاب الجنة تفسيرا وحفظا. الدرس من إعداد وأداء الأستاذ سامح الشريدي. أهداف درسنا لهذا اليوم: وتبدأ بتلاوة الآيات تلاوة كريمة وصحيحة أيضا. ثانيا، تفسير المفردات الجديدة في الآيات. ثالثا، شرح الآيات الكريمة شرحا تحليليا. رابعا، استنتاج أهمية الصدقة في حفظ النعمة. تعالوا نستمع إلى هذه التلاوة المختصرة، ليست تلاوة كاملة ولكن بعض الآيات، ثم نعرج إلى شرحها وتفسيرها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم، أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون،
فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون لأدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. هذه نص الآيات. تعالوا بنا أحبائي الطلاب إلى شرح هذه الآيات. أولا مع معاني المفردات والتراكيب. كلمة بلوناهم وتعني اختبرناهم. ليصرمنها أي ليقطعن ثمارها. ولا يستثنون وتعني لم يقولوا إن شاء الله. فأصبحت كالصريم وتعني أصبحت محترقة ورمادا. مصبحين أي وقت الصباح. اغدوا على حرثكم أي اذهبوا مبكرين إلى مزرعتكم وبستانكم. صارمين وتعني عازمين. على حرد قادرين أي على قدرة وعزم وقصد في أنفسهم. ما هو واجبنا تجاه الفقراء والمساكين؟ واجبنا تجاه الفقراء والمساكين مساعدتهم، إشعارهم بالفرحة مثل غيرهم، إدخال الطمأنينة على قلوبهم، وأيضا إيصال الطعام والأموال إليهم، وأخيرا العطف عليهم. أما فوائد الصدقة في الدنيا والآخرة، دفع البلاء، تطفئ غضب الرب، محو الخطيئة، ترقق القلوب وتصفي النفوس، تحقق التكافل في المجتمع، تطهر المال وتبارك فيه وتزيده، وأخيرا أيضا من أسباب دخول الجنة والمسلم في ظل صدقته يوم القيامة. التفسير الإجمالي للآيات الكريمة. لاحظ أن الآيات في قوله تعالى إنا بلوناهم وتعني بلوناهم أي اختبرناهم. من هم؟ إنهم قريش. ما علاقة قريش بأصحاب الجنة أصحاب البستان؟
الله سبحانه وتعالى يشبه قضية النعمة التي أنعم بها على قريش ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي نعمة كبرى وعظيمة، وبدل أن يقابلوها بالقبول والترحيب والثناء والشكر لله، قابلوها بالدعوة أي برد الدعوة بالتكذيب والرفض. وكذلك أصحاب الجنة، الله عز وجل الذي رزقهم البستان وهذه النعم الكثيرة، عندما قابلوا وصدوا بهذه النعمة صدوا الفقراء والمساكين ولم يعطوهم. فالله عز وجل يبين كيف ابتلى قريشا وكيف ابتلى أي اختبر أصحاب الجنة، وكانوا الاثنين قريشا وأصحاب الجنة قد ردوا هذه النعمة ولم يشكروا الله تعالى حق الشكر، فحلفوا وأقسموا الأيمان بقطع الثمر دون وصول المساكين، ولم يقولوا إن شاء الله أي لم يستثنوا لأيمانهم. قال تعالى أي قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. والتسبيح هنا مقصود الدعوة والتذكير للآخرين. أوسطهم أي الأخ الأوسط ذكرهم بعمل أبيهم الخير، وذكرهم بالتسبيح لله والالتزام بأمر الله، وهذا هو واجب المسلم كدعوة. ولكن مطلوب بعد التذكير والدعوة الاستمرار في هذه الدعوة وليس التوقف عند التذكير فقط. أيضا نستفيد من هذه الآيات كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هنا أن الله عز وجل يقول إن العذاب الذي وقع بأصحاب الجنة لا يقارن بعذاب الله يوم القيامة بل هو أشد وأعظم، فهل من معتبر؟ أحبائي، سورة القلم تتحدث عن أصحاب الجنة وأصحاب البستان، فقبل أن ندخل في التقويم نريد أن نقص القصة، قصة أصحاب الجنة التي تحدثنا في تفسير آياتها. يقال كان لرجل مؤمن بصنعاء بستان فيه من أنواع النخيل والزروع والثمار الكثير، وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء والمساكين والمحتاجين فأعطاهم نصيبا وافرا منه وأكرمهم غاية الإكرام. وكان لهذا الرجل ثلاثة من الأبناء، فلما مات الأب ورثه أبناءه فقالوا عيالنا كثير ومالنا قليل ولا يمكننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبونا، فتشاوروا فيما بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحدا من الفقراء شيئا وأن يجنوا ويقطفوا الثمر خفية في وقت صبح دون أن يراهم أحد، وحلفوا الأيمان وأقسموا الأيمان على ذلك ولم يقولوا إن شاء الله أي لم يستثنوا بيمينهم، لأنهم لو قالوا إن شاء الله وعادوا عن يمينهم ليس عليهم كفارة. أخوهم الوسط نصحهم وذكرهم بأن أباهم كان يفعل الخير ويجب أن نسير على طريق أبانا وألا نحرم الفقراء والمحتاجين، ولكنهم تشاوروا مرة أخرى فيما بينهم وأصروا على قطع الثمر دون إطعام المساكين. فأرسل الله سبحانه وتعالى في تلك الليلة نارا على البستان في الليل فأحرقت الأشجار وأتلفت الثمار، فلما ذهبوا فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين
وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون. لم يروا فيه لا شجر ولا ثمر، وظنوا أنهم ضلوا الطريق وأخطأوا الطريق. ولكن بعد تمحص وتبين ظهر أنه بستانهم قد احترق، فعاد إليهم أخاهم الأوسط وذكرهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ والتسبيح لا يكون إلا للقادر، الله الذي يقدر على كل شيء، يعطي ويقطع. فعرفوا بعد ذلك أن الله تعالى عاقبهم نتيجة نيتهم السيئة. هذه القصة كما وردت في سورة القلم. تعالوا أحبائي بعد تفسيرها إلى حل التقويم من الكتاب المدرسي صفحة 19. ذهب السؤال ويقول: أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. ذهب الإخوة في وقت الصباح الباكر إلى البستان. 2. كان عقاب الله لأصحاب البستان، كان عقاب الله تعالى لأصحاب البستان أن أحرق بستانهم. 3. من الدروس المستفادة من الآيات الكريمة عدم الاكتفاء بالنصيحة كما فعل الأخ الأوسط، بل يجب متابعتها بالعمل وليس المضي في عدم المتابعة. 4. ذهب الإخوة إلى البستان سرا دون أن يعلم بهم أحد. 5. السؤال الثاني يقول: أضع الرقم المناسب أمام كلمة أو كل كلمة ليصبح المعنى صحيحا. الأولى: بلوناهم أي اختبرناهم. 2. الصريم وتعني الرماد. 5. صارمين أي عازمين. 1. مصبحين وتعني وقت الصباح. إلى السؤال الثالث والذي يقول: اكتب الآيات الكريمة الدالة على كل مما يلي. 1. ذهاب الأخوة إلى بستانهم سرا، قال تعالى: فانطلقوا وهم يتخافتون. 2. ظن الأخوة أنهم أخطأوا الطريق في بداية الأمر، قال تعالى: فلما رأوها قالوا إنا لضالون. السؤال الرابع والذي يقول: أستنتج 3 من الدروس والعبر المستفادة من الآيات الكريمة. 1. تفقد المحتاجين ومساعدتهم. 2. عدم الاكتفاء بالنصيحة ويجب متابعتها بالعمل. 3. الدعوة والتذكير واجب المسلم على الدوام. أحبائي وأعزائي الطلاب، أشكركم على حسن متابعتكم، ونفع الله تعالى بكم وبالتوفيق والسلامة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.